السيد خالد أمين محمد من سوريا، صاحب عقل واعي وفكرة لم تتقبل أن تحد بحدود واهية، تكلم عن اسمه وسيرته ودرسه، فكان الخطاب: اسمي السيد خالد أمين المحمد، من مواليد 1973، من دير الزور، من قرية تسمى الصعوة، تبعد عن المدينة ما يقارب 30 كيلومتر. بالنسبة للتحصيل الدراسي، أنا طالب في كلية الشريعة جامعة دمشق إلى السنة الثالثة، ومن ثم تركت الدراسة هناك. أما بالنسبة لتحصيلي الحوزوي، فأنا أنهيت مرحلة الماجستير في علوم القرآن والتفسير. بعدها أخذت الكلمات تنساب ليدخلنا معه إلى عالم الانتقال إلى الأعلى في رحلة البحث عن الحقيقة، وبين السماع عن الشيعة ومعرفة حقيقتهم خيط كخيط فجر الحق. بالنسبة لما كنت عليه سابقا، يعني لم يكن هناك شيئا واضحا صريحا بالنسبة للمذاهب الأربعة، وإنما كان السائد هناك في قريتي وفي هذا البلد هو المذهب الشافعي، وكنت على طريقة صوفية في البدايات الشباب، يعني كان هناك لدي حس ديني، فسعيت إلى الانتساب إلى أكثر من طريقة صوفية، حبا بالدين وحبا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كون الصوفية لديهم حس عاطفي ومحبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. قصة استبصاره تحمل غصة وألم، رغم ما فيها من حلاوة إيمان لا توصف، فالنسب أضحى من الأسباب، سبب يدفعه نحو الحق وأهل الحق بعد حب غريزي. اعتناق هذا المذهب، مذهب الحق، مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نحن لم نكن بعيدين عن اتباع هذا المذهب بالنسبة لكثير من العادات الموجودة لدينا. وكما قلت لك سابقا، أنه يعني تعرف الصوفية لديهم محبة لأهل البيت وذكر دائم لأهل البيت في الأوراد وفي غيره، وكان هناك عادات أهلنا تنحو هذا المنحى لذكر أهل البيت الدائم، وخصوصا نحن من ننتسب إلى أهل البيت، وتعرف العرب دائما يعني بالنسبة للأنساب يتعصبون إلى من ينتسبون إليه، وخصوصا إذا كان هذا النسب نسب شريف كنسب النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. فمن هذا المنطلق، من جهة انتسابنا إليهم، كنا نحبهم وندافع عنهم، يعني وإن لم يكن بشكل واضح بشكل دقيق كما تعلمنا فيما بعد في الحوزات. وتبقى شمس الإيمان مضيئة بلا شبهة، ويبقى المذهب الحق قائما بعيدا عن أي سؤال بلا حل أو شبهة بلا رد. يعني كان هناك مسموعات وكان إشاعات مضللة بالنسبة للشيعة، ولكن بالنسبة لي أنا شخصيا، بالنسبة لقريتنا ومكاننا، كان الإشاعات قليلة، كون لم يكن هناك بعض من الوهابية وناس كثير، وكان السائد هو الطريقة الصوفية، والصوفية محبين لأهل البيت، فما كان في كثير توجد روحية العداء، وإنما بعض الإشاعات التي تأتي من الخارج بأنهم مثلا يعني يمسكون جديا، يعني ينتفون هذا الجدي على أنه لحية فلان أو لحية علان، ومن هذه يعني مجرد إشاعات لا يوجد لها أصل، يعني كم من شيء مشاع ومشهور لا أصل له أصلا، فهي يعني تنقل على الألسن لا أكثر ولا أقل. يعني بالنسبة لهذا المذهب الناصع، بعد أن يعني رأينا ذاك الوضوح وذاك النصوع بالنسبة لهذا المذهب، لا يوجد شبهة ليست لها حل، وإنما يعني
توجد شبهات أولية بالظاهر الأولي للناس يعتبرونها شبهة، لكنها هي ليست شبهة في الحقيقة. أنه كيف يعني هذه الشبهات التي تنقل على لسان البعض أنه لا تجعل الإمامة والنبوة في بيت، يعني هذه يعتبرون أنه مثلا هذه تابعة للإرث العشائري، وهي ليست كذلك. يعني المولى عز وجل لا ينظر إلى مسألة الإرث العشائري، وإنما ينظر للخصوصية في الشخص، وإن كان يروج هذا أنه هذه مسألة عصبية وأعطاها لأنه قريب، أعطى الإمام لعلي لأنه قريب له، لأنه نسيب له، وهي ليست كذلك، إنما أعطاه إياها لخصيصة فيه. كما أن هناك يعني في النبوات الله عز وجل أعطى النبوة ليعقوب، أعطاها لأبناء يعقوب، وبارك على آل إبراهيم وآل يعقوب، لأن هناك خصائص معينة توجد في هذه العائلة تؤهلهم، وليست لأنهم سلسلة من بعضهم. لذلك لا ينال كل الأبناء النبوة، ينالها البعض، ولا ينال كل الأبناء الإمامة، وإنما ينالها البعض، لا ينالها الجميع لوجود تلك الخصائص فيه. نعم يوجد يعني بعض الإشكالات، الناس تظن أن هناك إشكالات، لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى، لا يوجد لديهم التفات إلى مسألة التطبيق في الخارج ومسألة النظرية. النظرية عند أهل البيت في كل شيء، في كل جانب من جوانب الحياة نظرية ناصعة، أصلاً لا يصلح لإصلاح البشرية وقيام البشرية بالعدل والقسط إلا على ضوئها. لكن الناس تنظر إلى ماذا؟ تنظر إلى الشيعة في الخارج، فيرون يعني هذه دائما شبهة لدى الناس البسطاء والعاديين. يعني أنا أريد أن يوضح ذلك بالنسبة للناس الذين يريدون أن يدخلون هذا المذهب ويعرفون عنه ويعرفون حقيقته، لا ينظرون إلى ما يطبق خارجا عند الشيعة. يعني الشيعة كالسنة، هناك ناس كثير من السنة يخطئون، هل نحمل هذا الخطأ على المذهب السني الفلاني، مثلا الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبلي، لأن فلان من الناس حنبلي وقد أخطأ التطبيق؟ لا، ليست كذلك المسألة. كذلك نفس الشيء تنطبق هنا بالنسبة للمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية بالخصوص. المشكلة ليست في النظرية أخوتي الأعزة، النظرية لا شبهة فيها ولا غبار عليها. لو مهما حاولت أن تجد هناك نقطة أو شبهة لن تستطيع أن تجد، لأنه هذا من العين الصافية مأخوذ من النبع. كما أن هناك قصة أن الحجاج مرة طلب أن يعرف عن القضاء والقدر، فسأل عدة أشخاص، 3-4 أشخاص جاوبوه بأجوبة، هذه الأجوبة كلها لعلي بن أبي طالب عليه السلام، فقال لقد أخذوها من عين صافية، رغم البغض لعلي عليه السلام والموقف السلبي منه، فقد أخذوها من عين صافية. هذا علي بن أبي طالب باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله، لا شبهة فيما يقول ولا شبهة في إمامته، لكن الناس حسدا من عند أنفسهم تحيد عن ذلك. فلا تنظرون إلى ما يطبق ويقوم به الشيعة خارجا وتظنون أن المذهب يأمر به. في كل مذهب هناك بعض الأشياء الدخيلة عليه قد تشوهه، لكن أنتم ابحثوا عن الأصل، ابحثوا عن ماذا يقول المذهب، لا تبحثون عن ماذا يطبق الشخص وماذا لا يطبق. كان لضيفنا على مائدة الإمام الحسين عليه السلام كلمة بحق مصداق الحب للإمام الحسين صلوات الله عليه. والله الشعائر الحسينية بعدا يعني بعد أن دخلنا ورأينا الحقيقة من الداخل هي حياة للدين، لأن الحسين عليه السلام ما استشهد إلا ليحيي الدين، يعني لم أخرج أشرا كما قال عليه السلام ونحن في أيام شهادته، لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت طلبا للإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فالحسين عليه السلام قام لإحياء هذا الدين الذي صوره البعض كيزيد ابن معاوية وأبيه للناس
على أنه مجرد يعني كتاب نحن نشرحه للناس ونطبقه للناس بحسب مزاجنا، وهو ليس كذلك. فلذلك غيرة على ضياع سنة النبي صلى الله عليه وآله الذي غيرها الأمويين، جاهد أبناء علي بن أبي طالب عليهم السلام في هذا المضمار، كما ونصروا سنة النبي كما نصره جدهم أبي طالب سلام الله عليه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما قبلا يعني كان بعض الأمور التي تفتعل بالنسبة لغير العارف بمقام الحسين يستنكرها، يعني يستنكر شيئا يفعله الشيعة في الخارج مثلا، قد يراه. لماذا يستنكره؟ لأنه يراه عند بعض الأقوام الأخرى الغير متدينة والغير إسلامية، يرى نفس العادة، ويرى الشيعة يطبقون نفس هذه العادة في معتقدهم، فيظن هذا الشخص أن هذا الشيء دخيل في الدين، وهو ليست كذلك. يعني هي مجرد عادات جاءت من غير، قد تكون من غير شعب أو من غير ديانة، جاءت إلينا وأدخلت. لأنه كل في كل مذهب أو في كل دين هناك دخائل، هناك شوائب فيه. يعني وما على العلماء اليوم وما على عقلاء الشيعة إلا أن يشذبوا. القضية ليست قضية أن الناس ضد الشعائر، في كل مذهب هناك شعيرة تتبعها الناس، ولكن علينا أن نهذب، نشذب هذه الشعائر من الدخائل ومن الأمور المنفرة، لأنه كما يقال هنا في علم الفقه يقدم الأهم على المهم. إذا كان شيئا أهم بالنسبة للمذهب وبالنسبة للدعوة يقدم على شيء مهم، وإن كان يعتقد الشخص أنه مهما، لأن الغاية هي إيصال الرسالة للناس والأخذ بأيدي الناس، كما هي مهمة الأئمة عليهم السلام في الإيصال إلى الرب عز وجل وتقريبهم إليه. بعد حديث وذكريات، جاء دور رسالة العاشق لربه ولمحمد وآله إلى من هم يعرفونه ويعرفهم، إلا أنهم لم ينلهم بعد ما ناله من شرف في خطاب عقل ورسالة قلب إلى الغريب والقريب. والله رسالتي إلى كل من يريد حياته ويريد بقاءه ويريد إنسانيته أن يقرأ حياة الحسين عليه السلام، أن يقرأ فكر الحسين عليه السلام. الحسين هدفه عالمي، ليست هدف فردي يخص بيئة ما أو دولة ما، وإنما هدفه عالمي، لأن الإسلام عالمي. محمد صلى الله عليه وآله نبينا نبي الإسلام، جاء للناس كافة. وكذلك الحسين ضحى وثار من أجل الحفاظ على سنة النبي، وضحى كذلك من أجل أن يكون منارة لكل ثوار العالم. فأنا أنصح كل الشباب وكل الأخوة الذين يحبون الحياة ويحبون الثورة ويحبون السلام، لأن يعني الثورة ثورة سلام للحسين عليه السلام، لم يكن ثائرا طلبا للقتل، وإلا لما هو قتل أصلا؟ هو قتل من أجل السلام، من أجل أن يعم السلام، من أجل أن يدفع الباطل. فعندما يدفع الباطل وتعرف الناس الحق وتعيش بينها بالعدل والقسط، يقام القسط، يعم السلام. لذلك السلام له ثمن، فقد يوصل إليه بأي طريقة من الطرق. والآن في عصرنا الحالي في هذا القرن قد نصل إلى السلام من خلال الفكر. ليس من الضروري أن تتحارب الدول أو تتحارب الشعوب دائما، ويقتل فلان ويقتل في مقابله فلان الآخر كردة فعل على ما قد جوبها به. لكن قد نصل من خلال الأفكار هذه التي يقال عنها بأن الإمام عليه السلام يضع رؤوسه على، يضع يده على رؤوس الخلائق، فيكون هناك يعني وعي ما. هذا هو، يكون لدينا وعي لأنه أنا إنسان، أنظر للإنسان الآخر بما هو إنسان مثلي، بما له حقوق كما أنا لي حقوق، أنه يحب كما أحب. ولذلك دعوة الحسين عليه السلام لا يظنونها، يظننها البعض بأنها دعوة قتل أو دعوة تدمير، وإنما هي دعوة سلام. فالكل عليه أن يقرأ كهذه، يعني طلب مني لجميع الشباب، لجميع
الإنسانية في العالم، يعني يقرأوا فكر الحسين ويقرأوا فكر أهل البيت فيما صح عنهم، لا ينظرون إلى ما يطبقه الآخر خارجا. وكذلك هذه يعني الرسالة العالمية تخص المسلمين، أو توجه رسالتي يوجهها للمسلمين وغير المسلمين، يعني يقرأ، لأن الحسين عليه السلام يعرفه بعض مفكري العالم أكثر من المسلمين، لأنهم قرأوا هذا الفكر التحرري، قرأوا هذا النضال، قرأوا هذه البطولة. فلذلك هو من جهة العاطفة لا يمكن أن يقرأ الحسين عليه السلام ويقرأ ثورة الحسين أي إنسان آخر من أي ديانة ولا يتأثر بها، كما تأثر به غاندي وبعض الكتاب الآخرين، لا يحضرني الكثير من الأسماء، وإن يعني كنت قد قرأت بأنهم قالوا مقولات عظيمة جدا في الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لم يتبقى للمحب إلا كلمة أراد أن يلقيها في الحضرة المهدوية المقدسة ليرصع الحق بالدعاء. وآخر دعواي يعني الحمد لله رب العالمين، وعلى كل فرد منا، أنا يعني جئت لهذه المقابلة لكي أقوم بدوري اتجاه الآخرين، يعني يتنوروا بأن يسعوا بأن يتدبروا ويقرأوا، لأن هناك شكوك. أنا ولدت مثلا على الدين الفلاني، هل هذا يعني أنه هو الحق؟ ليس من الضروري أن يكون هو الحق، فعلي أن أفكر بأنه هل هذا هو الحق، هذا الدين الإسلامي أو المسيحي أو غيره أو اليهودي أو أي ديانة أخرى، ما هي الحقيقة، أين هي الحقيقة؟ وحتى في داخل الدين الواحد، هل يعني هذا المذهب الفلاني هو الحق أم المذهب الفلاني هو الحق؟ فمن هذا الباب يعني أردت أن أبلغ هذه الكلمة تبعا لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم يتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من هذا الباب، يعني من باب التحذير والتبشير لكل الأخوة الذين يسمعونني، بأن يتدبروا في كل ما يعتقدون، لأن المعتقد شيء شخصي، على الإنسان أن يبنيه من خلال التعقل والعقلانية لا من خلال التقليد. يعني ليس من الضروري أنني ولدت في عائلة مثلا شيعية أن أكون شيعيا، أو ولدت في عائلة سنية أن أكون سنيا، أو كذلك مسيحيا أو يهوديا. علي أن أعمل عقلي كإنسان مكلف، لأن التكليف فردي وليس تكليفا جماعيا. نعم هناك مؤثرات بيئية، ولكن لا أترك البيئة تؤثر علي، لأن الإنسان الله عز وجل خلقني حرا. الإنسان يختلف عن بقية الأنواع، ليست هو جمادا أو حيوانا متحركا بالغريزة، وإنما هو كائن مختار. فلذلك هذه ميزته، ميزته الاختيار، وعليه أن يتخذ قراره بما هو مختار حتى يثبت وجوده، يثبت إنسانيته. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا أشكر هذه القناة التي استضافتنا، والتي قد توصل صوتنا إلى كل العالم وكل من يسمعنا. عسى الرب عز وجل أن ينفعنا نحن وينفع الآخرين به، والحمد لله رب العالمين.